باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. الكنز بتاعنا النهاردة من كنوز الكتاب المقدس من سفر أعمال أبائنا الرسل الأطهار أصحاح 19. إحنا في الرحلة الثالثة التبشيرية لمعلمنا بولس الرسول وفي مدينة أفسس، وهناك في مدينة أفسس السحر كان منتشر وكان مقاومة شديدة جدا لمعلمنا بولس الرسول، حتى انه في رسالته لأهل كورنثوس قال ان انا قابلت وحوش او حاربت وحوش في افسس، دليل المقاومة اللي خدها من هؤلاء الناس اللي كانوا يهود، وكانوا بيقول كتاب عنهم كده في آية 9 اللي هو أصحاح 19 آية 9: ولما كان قوم يتقصون ولا يقنعون شاتمين الطريق أمام الجمهور اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ، يعني قال للتلاميذ كمان يبعدوا عنهم، محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانس، أجر مكان وبقى يدرس فيه كل يوم، فكأن دي مدرسة بيدرس فيها الإيمان. أي 10: وكان ذلك مدة سنتين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع السكانين في آسيا. هنا الله رغم هذه المقاومة العنيفة جدا اداله قوة عظيمة جدا في أفسس. بعد كده يكمل يقول لنا اللي سمعوا كلمة الرب من آسيا، بجميع آسيا، من يهود ويونانيين. اليونانيين اللي هم كانوا في الأصل أمم ومتهودين يمكن، أو أمم في المكان دوت. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة، المقاومة شديدة جدا 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 والقوات غير المعتادة. يبقى هنا لما تكسر المقاومة قوة الله ونعمته وقوته وبركته تبقى أكتر. إذا كان معلمنا بولس الرسول بيعمل آيات شفاء، هنا بقى في آيات وقوات أكتر من آيات الشفاء المعتادة. فيقول لنا في آية 12: حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى. معروف أن معلمنا بولس الرسول كان عنده ضعف في جسده، قد يكون جروح أو قروح أو أي حاجة أو في عينيه، كان بتتاخد المناديل دي اللي هو مربط بها المكان المصاب في جسده، اللي هي المناديل والمآزر، إلى المرضى. لما المرضى ياخدوها من غير حتى ما بولس الرسول يروح لهم ولا يصلي عليهم بإيديه، تزول فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم. دي قوات غير المعتادة ربنا سمح بيها، زي ما سمح إن ظل بطرس كمان ظله بس لما يعدي على المرضى إنه يشفوا المرضى. فإذا الله قادر إنه هو يأيد خدمته وكراسته وبشرته بقوات عجيبة جدا وقوية جدا، المقاومين ما يقدروش لا ينقضوا ولا إن هم يعملوا حاجة ضد هذه القوات العظيمة. وهنا الإيمان ازداد في كل آسيا. معلمنا بولس الرسول في السنتين دول قدر إن هو آسيا كلها إن هو يبشرها. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن لأباد الأباد كلها، أمين.